خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، الرئيس السيسي يؤكد أن شريعة الإسلام قامت على البناء إلى الهدم، ويدعو للكف عن إيذاء مشاعر المسلمين. رئيس الوزراء يتابع جهود توطين صناعة السيارات وبرنامج إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي. وفي أخبارنا الاقتصادية، المركزي يكشف عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 27 مليارا و800 مليون دولار خلال العام المالي الماضي. الأخبار بالتفصيل، أهلا بكم. خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاحتفال بمولد النبي الكريم الذي أرسى بالحكمة والموعظة الحسنة دعائم وأسسا للإنسانية بأسرها تستدعي كل معاني الرحمة في ديننا الحنيف، كما أكد أن شريعة الإسلام السمحة قامت على البناء إلى الهدم. وشدد الرئيس السيسي على أن قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين ستظل من أولويات المرحلة الراهنة، وردا على الإساءة للرسول الكريم. كما أكد الرئيس السيسي أن الاستعلاء بممارسة قيم الحرية تصبح ضربا من التطرف عندما تمس هذه الممارسة حقوق الآخرين. إن احتفالنا اليوم بذكرى مولد سيد الخلق ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يستدعي كل معاني الرحمة في ديننا الحنيف، ويذكرنا بأن شريعة الإسلام السمحة قد قامت على البناء لا الهدم، وذلك تبيانا لقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بكل ما تحمله كلمة العالمين من معاني العموم والشمول والسعة، فمقاصد الأديان قائمة على تحقيق مصالح البلاد ومنفعة العباد من خلال السماحة واليسر، وليس التطرف والتشدد والعسر. من هنا ستظل قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين من أولويات المرحلة الراهنة في مواجهة أهل الشر الذين يحرفون معاني النصوص ويخرجونها من سياقها ويفسرونها وفق أهدافهم، أو يعتمدون على تفسيرات خاطئة لها، مما يتطلب الاستمرار في المهمة والمسؤولية الثقيلة التي يقوم بها علماء الدين لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتصويبها، لنحمي المجتمع والدولة من مخططات التخريب. كما أكد الرئيس السيسي ضرورة تضافر كافة المؤسسات الدينية والتربوية والإعلامية والثقافية لبناء الشخصيات القادرة على مواجهة التحديات الراهنة، وأشار سيادته إلى أن التطرف لا يمكن قصره على دين بعينه بل يمتد لكل الديانات، مؤكدا الرفض القاطع لكل أعمال العنف والإرهاب التي يمكن أن تصدر عن أي طرف بدعوى الدفاع عن الدين ورموزه. كما شدد الرئيس السيسي على أن تبرير التطرف تحت ستار الدين هو أبعد ما يكون عن الدين. رسالة الإسلام التي تلقيناها من الرسول الكريم جاءت انتصارا للحرية، حرية الإيمان والاختيار والاعتقاد وحرية الفكر، إلا أن تلك الحريات لم تأتي مطلقة حتى لا تحولها أهواء النفس البشرية إلى فوضى تبيح التخريب والتدمير، كما أن تلك الحريات ينبغي أن تقف عند حدود حريات الآخرين.
تحترم الجميع ولا تخرج عن المنظومة المحكمة التي خلق الله الكون في إطارها. فما قد يعتبر قيداً على الحريات إنما يسود بالمقابل الحقوق في مواجهة الآخرين. وإن تبرير التطرف تحت ستار الدين هو أبعد ما يكون عن الدين، بل أنه محرم ومجرم ولا يتعدى كونه أداة لتحقيق مصالح ضيقة ومآرب شخصية. ودعونا نتفق على أن هذا التطرف لا يمكن قصره على دين بعينه، ففي جميع الديانات وبكل أسف يوجد المتطرفون الذين يسعون لإزكاء روح الفتن وإشعال نار الغضب والكراهية، وهي الأفكار التي لا تثمر إلا عن تغذية خطاب التناحر والحض على التباعد والفرقة. الرئيس السيسي أكد كذلك على أن حرية التعبير يجب أن تتوقف عندما يصل الأمر لجرح مشاعر أكثر من 1.5 مليار مسلم، مؤكدا أن الحريات يجب أن تقف عند حدود الآخرين وأن تكف عن إيذاء الآخرين. وشدد الرئيس السيسي على أن الاستهانة بالأنبياء والرسل هو استهانة بالقيم الرفيعة. إن الإساءة للأنبياء والرسل هو استهانة بقيم دينية رفيعة. الاستهانة بقيم دينية رفيعة. يعتقد فيها الكثير من الناس. من لا يعتقد فهذا شأنه، من لا يؤمن فهذا شأنه. ولكن جرح مشاعر الملايين، حتى لو كان الصورة المقدمة هي صورة التطرف، يا ترى في 1.5 مليار أو أكثر من المسلمين تفتكروا كام في المية منهم متطرفين؟ 1%؟ 1% من 1500 15 مليون. تستطيع أن تتصوروا لو في 15 مليون إرهابي في العالم بالأفكار ديت يعملوا فيه إيه؟ العدد مش كده خالص. وبالتالي لا يمكن أبدا أن أتصور أن يحمل المسلمين بأوضار ومفاسد وشرور فئة قليلة انحرفت. أنا بقول الكلام دوت وأرجو أن يصل لكل من يهتم بالوعي والفهم، وكمان من يهتم بحقوق الناس. نحن أيضا لنا حقوق، لنا حقوق في أن لا يجرح، أن لا تجرح شعورنا ولا تؤذى قيمنا. إحنا من حقنا كده. وفي كلمته قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أنه لولا أن بعث الله عز وجل الرسول الكريم لبقيت الإنسانية في ظلام دامس إلى يوم القيامة، داعيا المجتمع الدولي لسن تشريع عالمي لمحاربة العنصرية وتجريم الإساءة للدين الإسلامي. وأعرب شيخ الأزهر الشريف عن استنكاره لأن تصدر الإساءة للرسول الكريم ممن يدعون امتلاك ثقافة والحضارة عبر العصور، مؤكدا أن الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عبث وانفلات. من المؤسف أشد الأسف ومن المؤلم غاية الألم أيضا أن نرى الإساءة للإسلام والمسلمين في عالمنا اليوم، وقد أصبحت أداة لحشد الأصوات والمضاربة بها في أسواق الانتخابات. وهذه الرسوم المسيئة لنبينا العظيم والتي تتبناها بعض الصحف والمجلات بل بعض السياسات هي عبث وتهريج وانفلات من كل قيود المسؤولية والالتزام الخلقي والعرف الدولي والقانون العام، وهو عداء صريح لهذا الدين الحنيف ولنبيه الذي بعثه الله رحمة للعالمين. وإننا
ومن موقع الأزهر الشريف، إذ نرفض وبقوة مع كل دول العالم الإسلامي هذه البذاءات التي لا تسيء في الحقيقة إلى المسلمين ونبي المسلمين بقدر ما تسيء إلى هؤلاء الذين يجهلون عظمة هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. نحن إن نفعل ذلك فإننا ندعو المجتمع الدولي لإقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين والتفرقة بينهم وبين غيرهم في الحقوق والواجبات والاحترام الكامل المتبادل. كما أعلن فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب إطلاق الأزهر الشريف منصة عالمية بلغات عدة للتعريف بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وتخصيص مسابقة عالمية علمية عن أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإسهاماته التاريخية الكبرى في مسيرة الحب والخير والسلام. يشرفني غاية الشرف أن أعلن عن إطلاق الأزهر الشريف منصة عالمية للتعريف بنبي الرحمة ورسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم، يقوم على تشغيلها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف وبالعديد من لغات العالم، وكذلك تخصيص مسابقة علمية عالمية عن أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم وإسهاماته الكبرى التاريخية في مسيرة الحب والخير والسلام. هذا وقد أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الترجمة الحقيقية لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اتباع سنته وحسن الاقتداء به، مؤكدا أن النخبة المخلصة من علماء الأزهر والأوقاف تقف مع الرئيس السيسي في معركة بناء الوعي وبناء الوطن. أعلننا في وزارة الأوقاف عن توفير 1000 منحة ماجستير مجانية تمول من الموارد الذاتية للوزارة للجادين من العاملين بالأوقاف في مواصلة البحث العلمي. وأعلنا عام 2021 بوزارة الأوقاف المصرية عاماً للتثقيف والوعي، إيماناً منا بأهمية قضية الوعي التي تعني الإدراك والفهم للصورة الكلية ومفرداتها الجزئية، بما يعني فهم التحديات العامة وتحديات كل قضية جزئية على حدة. سبيلنا في ذلك الجد ثم الجد والعمل ثم العمل، موقنين كل اليقين أن العالم لن يقدر ديننا إلا إذا أحسننا نحن فهم ديننا وتفوقنا في أمور دنيانا. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد صباح اليوم احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، والتي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس. وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ هاني الحسيني، وقدم وزير الأوقاف هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا وقد كرم الرئيس السيسي خلال الاحتفالية عددا من علماء الدين. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور ربيع جمعة محمد الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر. دكتور جمعة، بعد التحية، تحل ذكرى المولد النبوي الشريف ونحن نواجه إساءات للدين الإسلامي ورموزه بدعوى الحرية، كيف ترى السبيل الأمثل للرد على ذلك ووقف هذا التطرف الفكري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تحياتي أولا لحضرتك وللسادة المشاهدين في كل مكان، وكل عام وحضراتكم بخير، وأسأل الله أن يجعل هلال المولد هلال بر ورشد وبركة على الأمة كلها بإذن الله. في الحقيقة كما تفضلت حضرتك أن بين الآونة والأخرى تندلع ألسنة من الإساءة وألوان من التطاول على مقدساتنا الإسلامية بشكل أو بآخر من رسوم أو غيرها،
الحقيقة أننا نريد أن نرد ردا عمليا على هذه الإساءات بشيء بسيط جدا جدا وعملي وواقعي، وهو أن نقدم الصورة الصحيحة للعالم كله التي توضح خصائص هذا الدين وخصائص هذا الرسول العظيم وأخلاقه العالية، الصورة الحقيقية التي ربما يجهلها كثير من الغربيين، ومن جهل شيئا عاداه كما يقول سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، والناس أعداء ما جهلوا. فالحقيقة نعمل على تقديم الصورة الحقيقية، الخلق الحسن، كيفية التعامل مع الآخر كما قال سيادة الرئيس في كلمته، وكما قال فضيلة الإمام الأكبر أيضا في كلمته، نقدم النموذج الصحيح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وللإسلام الحق في كل مكان، ووالله لو عرفوه لأحبوه. نعم. هكذا قال أحد السلف، لو عرفوه حق المعرفة لأحبوه، كما فعل هرقل عظيم الروم قديما، وكما فعل النجاشي عظيم الحبشة قديما. نريد أن نقدم للناس نموذجا حقا، بالإضافة إلى ما اقترحه الإمام الأكبر فضيلة الإمام شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء من ضرورة سن قانون ضروري وحازم وعاجل بتجريم الإساءة إلى كل المقدسات الدينية أيا كانت، يعني ليس الدين الإسلامي فقط، إنما نريد أن